Officer KD6-3.7. Let's begin. Ready? Yes, sir. هلا، أنا ثامر من قناة ميجا فيلم، واليوم حبيت أرجع لكم في الجزء الثاني من سلسلة أفلام الخيال العلمي. في الجزء الأول قدمنا 10 أفلام رهيبة وعجبتكم، وحبيت أني أخليها جزء ثاني وجبت أفلام جدا مميزة وبطلة. بس هون تعطون هذا مقطع لايك، لازم نوصل فوق 1000 لايك علشان يساهم في تطور القناة أكثر وأكثر. السون تشيكون على القناة الثانية، فيها محتوى جدا مميز ويستحق المشاهدة. Who can give me the derivative of X? What's going on? Did you guys see that? Oh my god. Oh my god. احيانا الكل يتكلم عن المخلوقات الفضائيه وخطورتها، ولكن كيف لو قلت لكم ان الارض صارت في حاله هلع بسبب موجات قاتله منهم؟ تحاول كيسي الهروب علشان تحاول انقاذ اخوها الصغير من طرف اخر الموجات اللي كل وحده قد تنهي هذا العالم. فترى ماذا سيحدث بهذا الفيلم الحماسي؟ فيلم مليان بالأكشن والخيال العلمي وفوق كذا المغامرة الحلوة، ممتع وعجبني. يتكلم عن مقاتل تم تكليفه بمهمة حماية ومصاحبة سيدة من روسيا إلى أمريكا والكثير من الأماكن الخطيرة، ولكن يبدأ الحماس أول ما تتعرض هذه السيدة للخطر والاختطاف. كيف سيحاول إنقاذها من الجحيم؟ فيلم ممتع وفي أحداث كثيرة. You know they say we see everything once in this cave. Pretty sure we've never seen this. فيلم مظلوم من قصة وأحداث رهيبة. أول ما بدأ الفيلم شدني، طوال الفيلم قاعد أقول كيف ما اشتهى. تخيلوا إن في عقار غريب جدا، أول ما تاخذه ينقلكم إلى مكان غريب وقديم أحيانا، وقد يجعلك تسافر عبر الزمن. كيف لو قلت لكم إن في ناس تورطت بهذا الشيء بشكل ما تقدرون تتصورونه؟ يبدأ الحماس أول ما يحاول اثنين من المسعفين معرفة سر اختفاء ابنة دينيس، فترى ما سر هذه الحبة وما قصة هذا العالم الغريب بهذا الفيلم. Police issued an Amber Alert for an 8-year-old boy. He was abducted from his home near El Dorado, Texas. It's time, you ready? Yeah. من الأفلام المميزة واللي حسيت أنها جدا محبوكة حالات هذا الفيلم إبداع الممثل المبدع مايكل شانون، وغير كذا قصة الفيلم الغريبة واللي ما فيها أي صعوبات من خلال الأحداث، الأمر اللي جعل هذا الفيلم سهل للمشاهدة وممتع بنفس الوقت. عادة الشخص يحلم بامتلاك قوة خارقة، ولكن ماذا لو كان امتلاكك لهذه القوة يجعلك مطارد من الدولة بكبرها؟ والآن ماذا سيحدث مع هذا الطفل اللي حصل على هذه القوة؟ وكيف اكتسبها؟ وليش مطارد من الدولة بكبرها؟ Call from Madison Weld. Maddie, my girl. Hi, how are you? You know, I'm fine. Has Hunter been coming around? Dad, you have a problem. There's nothing wrong with my memory. You're worse every time I come up here. I brought you something. من الأفلام اللي توصل رسالة ملهمة وحبيتها وحبيت مشاهدتها ومو قادر أنساه، وحبيت يكون في هذه القائمة. يتكلم عن شخص كبير في العمر قررت بنته أنها تهديه إنسان آلي مبرمج على رعاية كبار السن، ولكن هالشايب مبدع في السرقة. والآن كيف راح يستغل هذا الرجل الآلي اللي معه؟ وش راح يصير بهذا الفيلم المميز؟ I need to get to Elysium. Whoever has this has the power to override their whole system. Hey, bring down the boom saw! This ain't gonna kill me. من أفلام مات ديمون الجميلة واللي تستحق وقتكم بالتأكيد. الفيلم جدا ممتاز واللي يعتبر جميل من كل النواحي. وصلنا إلى عالم غريب جدا، 2159 صار كل شيء غريب جدا. الأغنياء يعيشون في مكان بعيد عن الأرض وفي كل وسائل الراحة، والفقراء يسكنون في الأرض اللي غالبا أصبح العيش فيها خطير جدا. ولكن يبدأ الحماس أول ما يحاول شخص الوصول إلى هذا المكان مهما كلفه الأمر. والآن ليش يبي يروح إلى هذا المكان وما قصة هذا العالم الغريب؟ What is this? What's going on? I can see out there. Can you hear me? Wait, you're real. You're a real person.
That's the sweetest thing anybody said to me all day. تخيل انكم فجأة تقدرون تشوفون حياة شخص اخر من عيونه، والمشكلة انكم بعيدين عنه وتشوفون كل شيء يسويه، وفوق كذا تقدرون تتكلمون معه وهو ايضا يقدر يتكلم معكم. كيف وصلنا الى هنا؟ هذه باختصار قصة هذا الفيلم المميز. ترى وش راح يصير وكيف حدث هذا الامر الغريب بين ريبيكا وديلان؟ Is it possible to miss a place you've never been? To mourn a time you've never lived? Do you have any memories before the security went? Our job is not to remember. لو تعشقون أفلام الخيال العلمي، هذا الفيلم لازم تعطونه فرصة. ممتع نظرياً وصعب أنساه، قصة رهيبة ومن إبداع توم كروز. الكل يتمنى تتطور البشرية، ولكن هل ممكن هذا الشيء راح يحصل؟ خلونا من هذا الشيء. يحاول جاك المغامرة علشان يحاول استخراج مواد حيوية من الأرض بسبب الحروب، من طرف آخر يحاول إنقاذ امرأة غريبة. فيلم مميز وأعجبني. What if I told you I could offer you something that would enable you to walk again? I call it STEM, a computer chip that has the potential to change everything. It's a new, better brain. I am STEM, the system operating your body for you. أول ما بديت هالقائمة قلت لازم أعطي هذا الفيلم فرصة واتكلم عنه، ما ينمل منه من أحداث ممتعة ومن قصة ملفتة. في المستقبل التكنولوجيا صارت تتحكم بكل شيء في حياة البشر، ولكن الحماس الحقيقي يبدأ أول ما تنقلب حياة غراي اللي يخاف ويكره كل شيء تقني. من طرف آخر يحاول الانتقام. ما سر الانتقام بهذا الفيلم وما سر الشريحة الأغرب بهذا الفيلم الممتع؟ I always told you you're special. Your story isn't over yet. There's still a page left. هذا تسميته فيلم ظلم، مفروض نقول التحفة بليد رانر. هذه السلسلة مكونة من جزئين، ولازم تشاهدون الجزء الأول اللي نزل في سنة 1984. بتقول لي ثامن ما نحب الأفلام القديمة؟ صدقوني أول ما تشاهدون الجزء الأول ما راح تحسون أنكم تشاهدون فيلم قديم. وغير كذا أكثر شيء ينرفزني الناس اللي تتجنب الأفلام القديمة، شيء مؤلم جدا. ولازم ما تنسون الأفلام القديمة هي الأفلام العظيمة، شئتم أم أبيتم. بعد ما تخلصون منه راح تروحون إلى الجزء الثاني واللي نزل في 2017. من هنا بديت أعشق هذه التحفة أكثر وأكثر. الجرائم كثيرة، ولكن لازم نضيف عدم مشاهدة هذه التحفة جريمة يعاقب عليها أي شخص لم يشاهد هذه التحفة. يتكلم عن بعد 30 عام من أحداث الجزء الأول، وتبدأ مع بليد الضابط الجديد للوس أنجلوس واللي يحاول كشف أسرار مدفونة من ممكن أنها تهدد المجتمع وتلخبط أوراقهم. ومن طرف آخر ودي أكمل، بس علشان ما نحرق عليكم مثل ما قلت لازم تشاهدون كل هذه التحفة وتشاهدون من بداية الجزء الأول إلين الثاني علشان تعرفون وش أقصد بالضبط. مثل ما قلت تحفة وصعب تتكرر.